السلام عليكم مشاهدينا، إليكم موجز أخبار مؤسسة الشهداء. بمتابعة حثيثة من قبل رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني على قناة الدراسة المسائية لذوي الشهداء للسنة الدراسية 2021-2022. الوزارة أوضحت في بيان لها بهذا الصدد استمرار التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة لغاية يوم السبت الموافق 25 من كانون الأول 2021، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لإكمال من اختياراتهم والمصادقة على بياناتهم من مؤسسة الشهداء. وفد من مديرية شهداء الديوانية يزور هيئة الحشد الشعبي في المحافظة. الزيارة ناقشت التعاون بين الطرفين لما لمؤسسة الشهداء من دور رائد في رعاية ذوي الشهداء وتنظيم حقوقهم والاستفادة من بعض البيانات لدى مكتب الهيئة في الديوانية، لتتضافر الجهود من أجل إنصاف هذه الشريحة التي بذلت الغالي والنفيس من أجل عراق حر خال من قوى الإرهاب وعصاماته. مديرية شهداء صلاح الدين تستقبل وفداً من التصاريح الأمنية في مؤسسة الشهداء، وذلك في زيارة رسمية للوقوف على عمل المديرية وتجاوز العقبات إن وجدت. الوفد تنقل بين شعب وأقسام المديرية للاطلاع على الآليات التي تعتمدها المديرية في العمل سيما الأمني منها. أكد الوفد ضرورة العمل المشترك من أجل التعاون وتبادل الخبرات وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل في صلاح الدين. مدير مديرية شهداء ديالى فاضل المعموري يبحث مع وفد من شرطة قضاء الخالص متمثلا بمديرها العميد رباح التميمي ومدير الشؤون العميد حيدر الحمداني خلال زيارتهم للمديرية آلية المتبعة لتأمين الحماية للمراجعين والموظفين، مشددا على ضرورة تنظيم الأمور الأمنية من أجل سلامة الجميع. استنادا لتوجيهات رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي ومتابعة مسؤول الشعبة الاجتماعية في مديرية شهداء شمال البصرة، قامت الشعبة الاجتماعية بزيارة ذوي الشهداء لتقديم الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجههم وللاطلاع على احتياجاتهم وتحديث قاعدة بياناتهم وفاء للتضحيات التي قدموها في سبيل الوطن. انتهى الموجز، شكرا لكرم المتابعة، في أمان.